السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. ولاد المحظوظة كان هيعملوها تاني. الكاميرون خلاص فاضل ثواني والحكم يصفر ويخرجوا، برضو جت كرة تك تك وجت من جنب العارضة. كان تخيلوا في آخر ثانية الراجل كان مدي 4 دقايق وقت إضافي، وقت ضايع، وبعد كده راح خلاهم 6 دقايق لأن الكرة وقفت كتير. الكرة كانت هتخش جول، تخيل، والكاميرون كانوا هيدخلوا دور الثمانية بعد ما كانوا طلعوا. نفس السيناريو مع الجزائر، خلاص الناس كلها بتحضر، بعض الجزائريين وخلاص هيروح المونديال، في آخر ثانية كان الحكم بعديها هيصفر دخل الجول. الكاميرون يستحق الخروج، زي ما شفنا مفاجأة من ساعتين موريتانيا خرجت مالي، برضو كان مالي يكفيها التعادل وتخش. تعرف الكاميرون ليه اتغلب النهاردة وخرج وروح؟ عشان كان يكفي التعادل، فبيلعب المباراة مش عايز حاجة، بيلعب الحكم 0-0 وهنخش دور الثمانية. التانيين النيجر عندهم عايزين مخططين وبيدخلوا بشراسة، وغلطات الدفاع والحارس اللي اتكلمت عليه الماتش اللي فات للكاميرون. الكاميرون فرقة كويسة، لعيبة كويسين، بس لعيبة هواة، ما عندهمش شراسة الفوز، ما عندهمش إصرار الفوز، ما عندهمش خبرات إنه ينهوا كويس على المرمى. لكن منتخب كويس منتخب الكاميرون، بس النهاردة النيجر عايز يكسب، ما قدموش إلا إنه يكسب عشان يخش. التعادل كان هيروح برضه، والكاميرون بيلعب على التعادل فشرب وإيه وخرج. إنتوا دايما يقف كده في المدرجات وياخد الإيه العيلة بتاعته على الميكروباص ويروحوا مراجعين بلدهم بدري بدري. اللاعب رقم 2 في الكاميرون عجبني قوي، نجوم مبيكلي رقم 2، انا من رايي من افضل لعيب في البطوله، اللي سجل الهدف الفوز الماتش اللي فات، والنهارده كان متسرع شويه، بس لاعب مهاجم يمين مهاجم طرف، لما دخل فيهم الجون رجعه كباك رايت عشان يكمل كمهاجم، ودي غلطة من المدرب، رجعه باك رايت وخرج الباك رايت ونزل مهاجم. في تسرع من المدرب وفي تسرع من اللعيبة، لأن هم بادئين المباراة بتخاذل، قال لك نتعادل هنخش دور الثمانية. دور الثمانية أو كرة القدم أو عشان توصل لدور لازم تبقى عندك إصرار وعزيمة إنك تكسب. اللي لعبوا على المكسب النهاردة هم اللي كسبوا، واللي كان يكفيهم التعادل هم اللي يروحوا. يعني أنت بتلعب مباراة فريق يتعادل يخش وفريق تاني لازم يكسب، فده بيلعب بجدية وعايز يكسب. النهاردة موريتانيا، وبعد ساعتين دلوقتي حالا النيجر، مليون مبروك ويخرج. من اول دقيقة بقى واضح في الكاميرون عيب قاتل من الماتش اللي فات، كتبته في تحليلي وقريته حتى. الماتش اللي فات للكاميرون اهو، عدم تفاهم واضح بين الحارس مالوني ودفاع الكاميرون، ده الماتش اللي فات. النهارده اول دقيقه في المباراه الحارس طلع، والدفاع بيقول له انت طلعت ليه يا عم الكوره معايا، والحارس اتخانقوا مع بعض في اول دقيقه. هل الدفاع ده يستحق انه ياخد بطوله؟ طب كويس ان هو رجع بدري. لكن بصراحه كجبهه يمنى بواك وكايبي ولومبا وسط الملعب، ونجوم بيكلي نجوم بيكلي رقم 2، لعيبه كويسين والله. بس وانا بتفرج على الماتش اللي فات والماتش ده، في لاعب كويس بيلعب ويستلم الكوره، لعيب كويس بتقول، بس مش سوبر، ما عندوش شراسه الفوز، ما عندوش الشخصيه، ما عندوش الخبره، ما عندوش الباصه الايجابيه تنهي ماتش، او تصويبه من بعيد ينهي ماتش. لعيبه كويسين بس مش سوبر يعني. فمبروك للنيجر، وبرده الكاميرون مش هنسى، لعيبه كويسين بس ما عندهمش راس حرب، مفيش راس حرب. ده حتى المنتخب الاول جايبين ابو بكر يعني راجل كبير وبيلعبوه لان مش موجود راس حرب. حتى في المونديال كانوا بيلعبوا الراجل اللي بيلعب في توماتينج ده اللي هو بايرن ميونخ، كانوا بيلعبوه راس حرب ومش راس حرب لان ما عندهمش راس حرب. فاول هدية من مدافعين الكاميرون، فاول كرة عادية خلاص، رجل عمل فاول، اتلعبت الفاول، خرجوا روحوا على الكاميرون. انا من رأيي ان هنشوف من يوم الجمعة
دور الثمانية هيبقى دور اللي يعدي الكسبان، مش بقول لك خروج المهزوم، لا ده الكسبان. فأصل كلمة خروج المهزوم يعني ممكن اتعادل، لا ده انت تتعادل لازم في واحد كسبان. فأنا من رأيي الكسبان هيعدي دور الثمانية، يوم الجمعة مباريتين ويوم السبت مباريتين. ما تنسوش تعملوا لايك وتشرفونا إن شاء الله. شكراً.